اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح للسكواش، وزي ما قلنا في الانترو بتاع حلقتنا واتكلمنا عن مصطفى عسل، وقلنا ان مصطفى عسل هيلعب نهائي بطوله هويستن الامريكا المفتوحه للسكواش بعد تغلبه على مروان الشرباجي في قبل النهائي والفوز عليه 3-1 وبعد انسحاب مروان للاصابه. ومروان والناحيه الثانيه طرفي قبل النهائي محمد الشرباجي فاز على مازن هشام لاعب نادي وادي دجله بنتيجه 3-1. كده اللقاء هيكون ما بين مصطفى عسل ومحمد الشرباجي. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، مصطفى عسل بيتصدر التصنيف العالمي للسكواش، الف مليون مبروك، ودي المره الاولى ليه وهو صاحب 21 عاما. الحقيقه مهم جدا بطوله هويستن، وبعد كده هيروح على بطوله شيكاغو على ما اتذكر. بطولتين دول مهمين جدا لان هم بطولات بلاتينيه، يعني ليها درجات عاليه على تصنيفها او الدرجات بتاعتها عاليه في التصنيف. مصطفى لسه في بدايه المشوار، مصطفى بيعلم جيدا طبعا، بيحتفل بحركه مؤمن زكريا ربنا يشفيه، واهي دي طبعا صورته المفضله غصب وخلاص. هم بره ما كانوا ما يعرفوش يعني قوي هو بيحتفل كده، بس خلاص خلى حركه او احتفال مؤمن زكريا خلاه ترند عالمي في الاسكواش. طبعا نتمنى التوفيق لمصطفى. مصطفى من اللعيبه المجتهده جدا واللعيبه الدؤوبه. مصطفى بيقابل يعني بمقاومه شديده جدا للاسف، ولكن هو قدها وزي ما بيقولوا يعني ده بيقويه مش بيضعفه. مهم جدا يثبت نفسه، مهم جدا يركز في الاسكواش، ومهم جدا يتقبل اي ضغوط، هو لسه صغير وان شاء الله المستقبل بتاعه باذن الرحمن.